عندي مزيار وعندي شك موقع عرفتو داي اذا نمشي الفرصه باش نسيور. المهم مشينا الرايين وجازو طنجه ما غالي ان هذه الروابط روابط تاريخيه روابط عائليه بنادم اي عائله دايتين ولا غاسل عائله في طنجه مركه تازر خويا تجي من داك الحسين مغاسل العائله في طنجه شو ما ثنا ما يمات كان وتو غايجي المشكل قاع شويه تهمي كانت جات المعسكر وجدانه طنجه وغاي هو المشكل شني مالينو نستفد زيكس والو واخا كرامل فما لحقاش ديجا وقع جانتا زاد تاونات وذا لقين زاكس والو مي زاكس نستافد كينا خشي المشاريع الجديد شي نحج شي تخريج ستاميات زاكس نستافد شديه معطاني انا قاندا غتبدا انا كوايا ويا ماشا ميمي 95% ذاك الحسيمة قاع البطالة مي غزاك نستافد شي سمانه ياش حسين ماذا ترى وجد بريكان الناظور تسمى السبب ماذا اسمو انت كتنجا تدوان تلفن تسمى تتون تتون تسمى سوق عجم نسيان اولا نشكى على الموقع عرفتو داي شنو نطلب ان شاء الله راح طنجة حسن زي وجدة لحقاش شي وجدة وغانا كيسنبو وغانا ولا علاقة شينا اكي غاعمي رأيي اخويا امين كي تقسيمة الجهوي تسمى زي ساكنة مدينة العزيمة ويتهمي مطرحة طنجة راني غا وجداني ما غانشي قازار ما هي طرح غا ما يجيبو غا نتفهم كي السياسة ايه السياسة نسنرو غا تهزو غا المدينة الحسيمة تيراك هاكا منطقة طنجة تطوان ميزي طنجة تطوان ديجا القوة الاقتصادية تشهد كان المغرب ثانيا عاود طنجة تطوان طحنا سي ريفيان كان ديال الاستثمار ديال العائلة نسان اصلا شنو التقسيم الجهوي واش نستافد والو ما يما قلت الحسيمة انا طنجة راه بوجدة ما يما قلت المشكل اصلا الشباب هذا مضيع يعني تينو